بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 2 مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا كالعاده ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونعمل لايك للفيديو لو عجبنا ان شاء الله. تعالوا نشوف طبعا الكوانتيتي الثانيه او الكونسبت الثاني اللي هو المفهوم اللي بعد كده اللي هو الامبليتيود. تقول لي يا مستر ما احنا خدناه. اقول لك برافو عليك، خدناه في الاوسيلاتري موشن. ذا ماكسيمم ديسبيسمنت دون باي اوسيليتنج بادي away from its rest position. اقصى مسافه يعملها البادي اللي هو الاوسيليتنج المهتز بعيد عن الريست بوزيشن بتاعه. تمام، نفس الكلام في الويفز. هتقول ايه؟ it is the maximum displacement done by medium particles. تمام، away from its rest position او away from their rest position. تمام، وميجرد باي متر او سنتيمتر. عادي خالص يا ولاد، نفس الديفينيشن تاني. This is the maximum displacement done by medium particles away from their rest position، يعني بعيد عن الريست بوزيشن بتاعهم. طب what is the measuring unit of amplitude؟ طبعا متر او سنتيمتر. طب نجيبها من على الرسمه ازاي يا مستر؟ هزعل منك، احنا عملناها المره اللي فاتت. احنا قلنا ده الريست بوزيشن بتاعك، الحبل ده لما ما بيتحركش اللي كنا رابطينه بشجره. تمام، الحبل ده كان هيبقى ثابت هنا كده. طب فين الماكسيمم ديسبيسمنت اواي فروم ريست بوزيشن؟ ابعد حاجه بعدتها عن الريست بوزيشن بتاعك. هتقول لي يا مستر ده الريست بوزيشن بتاعي اهو اللي بالاحمر ده، اكتر حاجه طلعتها الكريست دي او نزلتها تحت اللي هي التراف دي. برافو عليك، شوف لي بقى دول كام سنتي، هي دي الامبليتيود. يعني من الاخر شوف اقصى حاجه انت طلعتها لفوق او اقصى حاجه نزلتها لتحت اواي فروم rest position. يا رب نكون فاهمينها، وهنشوف دلوقتي اكزامبل يلملنا كل الدنيا دي كلها. كونسبت نمبر 3، المصطلح الثالث يا اولاد اللي هو ذا ويف فيلوسيتي. هي الموجه كمان يا مستر ليها فيلوسيتي؟ طبعا الموجه ليها سرعه يا اولاد، مش هي بتتنقل؟ تمام، سواء بتتنقل بقى في السبيس زي الالكتروماجنتيك زي اللايت والراديو او ترانسفير ثرو ميديوم لايك ساوند اند ووتر، اكيد ليها فيلوسيتي. طب الفيلوسيتي بنرمز لها بالرمز ايه؟ بنرمز لها بالرمز في. الفيلوسيتي اوف ويف رمزها ايه؟ في. جاي من كلمه فيلوسيتي. طيب ايه هي الديفينيشن بتاعها؟ It is a distance covered by wave in one second. طبعا يا ولد مش انا بعرف سرعتي او السرعه بتاعت الويف؟ يعني ايه؟ يعني ايه الديستنس اللي انا بمشيها في الثانيه؟ والله كل ما امشي ديستنس اكتر في الثانيه يبقى انا سريع، صح ولا لا؟ طيب نفس الكلام في الويف، it is a distance covered by wave in one second. اوعى ننسى الديفينيشن ده مهم. يبقى ويف فيلوسيتي خلاص عرفناه. طب اليونت يا مستر او الرول الاول القانون اللي هحل بيه سهل جدا يا ولاد، هو الفيلوسيتي ايكوال ديستانس اوفر تايم. ليه يا مستر؟ اهو انا ما اجيبش من عندي، من الديفينيشن. بص الهامش عليه، فيلوسيتي اوف ويف ايكوال the distance اهو مشيت على حرف الدي covered by wave in one second time اهي. طيب الميجرنج يونت عادي يا مستر، الديستانس بالمتر وادي علامه الديفايدد ميلتها شويه والتايم بالسكند يبقى متر بير سكند. متر بير سكند اللي هي الميجرنج يونت اوف ويف فيلوسيتي. يا رب يكون فاهمين. طيب انا كده يعني لو عملت التراينجل ده يا ولاد عشان بس ما انتوش، الفيلوسيتي ايكوال ديستانس اوفر تايم. طب لو طلب مني التايم يبقى الديستانس اوفر فيلوسيتي. طب لو طلبت الديستانس خبيها بايدك يبقى الفيلوسيتي تايمز التايم. طيب ناقص نعرف حاجه مهمه جدا مهمه جدا اسمها لو اوف ويف بروباجيشن. لو اوف ويف بروباجيشن اللي هو بيسموه باسم قانون انتشار الموجات. هما حبوا في اللو ده يا ولاد يعملوا ريليشن ما بين الثلاث حاجات دول يا ولاد، اللي هي مين؟ الاف الفي والاف واللامدا. طبعا دي رمزها في الفيزيكس، الفي والاف واللامدا. مين هما الثلاثه دول يا مستر؟ الفي اللي هي الفيلوسيتي، والاف اللي هو الفريكوينسي اللي هو النمبر اوف ويفز ان 1 سكند، عدد الويفز اللي الويف بتعملها في الثانيه الواحده اللي خدناها في الحصه اللي فاتت، والويف لينث اللي هو اللامدا. فالعلماء اكتشفوا ان لو عايز اجيب الفيلوسيتي اوف ويف في قانون تاني، بس القانون ده استخدمه لو ما ادانيش الديستانس والتايم، صح؟ والله لو اداني الديستانس والتايم يبقى ديستانس اوفر تايم.
طب يا مستر ده طلب مني مره الويف فيلوسيتي وانا ما عنديش ديستانس وتايم، اكيد مديك الفريكوانسي ومديك الويف لينث، اعملهم مالتبلاي بعض. ده بيسموه باسم ايه؟ لو اوف ويف بروباجيشن، فيلوسيتي ايكوال فريكوانسي تايمز ويف لينث، اللي هو الفريكوانسي بتاع الويف التردد اللي بنقول عليه، والويف لينث اللي هو الطول بتاع الموجه. يعني يا مستر لو عملنا تراينجل كده او الشكل ده، والله لو طلب مني الفيلوسيتي هعملها لكم كده، انتوا بتحبوها كده افضل، ان الفي ايكوال اف تايمز لامدا. مين في؟ الفيلوسيتي. مين اف؟ فريكوانسي يا مستر. مين لامدا؟ ويف لينث. والله لو طلب الفي يبقى اف تايمز لامدا اهي. طب لو طلبت اللامدا خبيها، يبقى في اوفر اف اهي، في اوفر اف. طب طلبت الفريكوانسي يبقى في اوفر لامدا. طيب ناقص نعرف كام جراف كده مهمين كنتوا طلبتوهم مني. لما اطلب منك، احنا بص يا شباب كده، احنا قلنا الفي ايكوال اف تايمز لامدا. هعلمكم حاجه حلوه قوي. لما يكون في حاجتين، في كفتين والكفتين بينهم ايكوال زي كده، كفه اهي وكفه اهي زي الميزان، لو بينهم ايكوال يبقى اللي بره الايكوال مع اللي جوه كله دايركتلي، طالما ان هما النومينيتور يعني مقامهم واحد، يعني تحتيهم واحد، تحتيهم 1 خلاص، يبقى كله دايركتلي. يعني ايه يا مستر؟ يعني الويف فيلوسيتي طبعا دايركتلي بروبورشنال ويز فريكوانسي. يعني ايه برضه يا مستر؟ يعني لو الفريكوانسي زاد، يعني ايه فريكوانسي؟ النمبر اوف ويفز ان تايم، يعني كل ما الويفز تزيد في الثانيه كل ما اكيد الويف دي تبقى معناها ان ويف ايه؟ سريعه. اه صح، منطقي. كل ما عدد الويفز اللي بتحصل في الثانيه يزيد، كل ما يكون معناه ان دي سريعه، يعني معناها الفيلوسيتي بتزيد. طيب ايه كمان؟ ودايركتلي مع الويف لينث، يعني الفيلوسيتي بتكون دايركتلي مع الويف لينث طول الموجه. طب يا مستر العلاقه بين الاف واللامدا متخاصمين اهو، متخاصمين خالص بينهم اكس اهو، زعلانين من بعض، يبقى انفرسي. لو الفريكوانسي بالعقل يا ولاد بالعقل، لو الفريكوانسي زياده، شايفين فريكوانسي زياده اهو، يعني ايه فريكوانسي يا مستر؟ يعني عدد الويفز في الثانيه. بص الويف لينث صغير ازاي. طب لو الفريكوانسي قليل، يعني عدد الموجات قليله، بص الويف لينث كبر ازاي المسافه دي، يبقى ماشيين عكس بعض. يبقى لو جالي جراف وطلب مني الريليشن، اكتبها لكم تاني ايه؟ طلب مني الريليشن ما بين الفريكوانسي الاف فريكوانسي واللامدا اللي هو الويف لينث، انفرسلي على طول، وانت مغمض متخاصمين اهو، يبقى انفرسلي. ده تختار الشكل ده، تختار الشكل الانفرسلي. طب لو طلب ما بين الفي والاف اللي هي الفيلوسيتي والاف دايركتلي، هي مستر حضرتك قلت لنا دايركتلي لما يكون ما بينهم ايكوال، هما اللي كلهم بيكونوا نمونيتور يعني فوق، يبقى دايركتلي اهي، ده الشكل دايركتلي. طب الفريكوانسي والويف لينث لامدا دايركتلي برضه، يبقى ده كده انفرسلي. اكتب، ممكن تكتب ورايا، وده دايركتلي. الشيت ده طبعا موجود في وصف الفيديو ده، هتلاقيه موجود في الوصف يا ولاد، تقدر تنزله، وكمان في ابلكيشن مستر ساينس، ودي برضو دايركتلي. طبعا كان في برضو جزئيه بسيطه كده قلت اقولها المره دي، ان احنا بنحل البروبلمز. ايه العلاقه ما بين احنا عارفين طبعا الميجرنج يونت اوف فريكوانسي هرتز، طب في مستر وحدات اكبر من الهرتز؟ اه في كيلو هرتز، والكيلو هرتز معناها 10 باور 3 هرتز. يعني 10 باور 3 يعني 1000 هرتز. طيب في ميجا هرتز اعلى واعلى، اللي هي معناها 10 باور 6 هرتز. في الجيجا بقى، جيجا هرتز 10 باور 9، 10 باور 9. طب مستر انا هعملها ازاي؟ يعني هستخدمها ازاي في الامتحان دي؟ بص يا ولاد، لما تكون بتحول من يونت كبيره ليونت صغيره، اعمل مالتبلاي الباور ده. يعني يعني انت مثلا بتحول 2 كيلو هرتز مثلا، يعني مثلا الويف دي الفريكوانسي بتاعها 2 كيلو هرتز، يبقى كام هرتز؟ هتقول لي يا مستر ال2 ملتبلاي ايه العلاقه بين الكيلو هرتز والهرتز؟ 10 باور 3. طب على حفظت دي خلاص، يبقى 10 باور 3 هيطلع فيها يا مستر 2000 هرتز. صح طبعا، ما احنا قلنا الكيلو هرتز يعني 1000 هرتز، 10 باور 3. طب 2 كيلو هرتز يعني طبعا 2000. يبقى انا عملت ايه؟ عملت ملتبلاي، وقيس على كده بقى الباقي. انا بحول مثلا 2 ميجا هرتز،
يبقى تشيل ال1 دي وتحط مكانها 2، يبقى 2 تايمز 10 باور 6 هرتز، يعني 2 مليون هرتز. طب لو العكس، لو انا بحول من يونت كبيره ليونت صغيره، ليونت صغيره اعمل ديفايدد، يعني مثلا انت بتحول 1 هرتز يبقى كم كيلو هرتز؟ هتقول 1 يا مستر ديفايدد 10 باور 3. او لو عايز تخليها 2، عايز بتحول 2 هرتز يبقى كم كيلو هرتز؟ تقسم على 10 باور 3 اللي هي معناها 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. حد عنده اعتراض؟ اه الباور 3 دي طلعت فوق بنيجاتيف 3، يبقى لما تيجي تحول من كبير لصغير تضرب. طب من صغير لكبير تقسم، هو ناقص يا مستر اسم الصغير؟ اه اقسمه، يعمل ديفايدد الرقم ده. يا رب يكون فاهمين. تعالوا نشوف اكزامبل كده مع بعض. بيقول لك كالكوليت ذا ويف لينث ان متر، هو عايز الويف لينث بالمتر، خلي بالك. يبقى هو عايز مين؟ اللامدا، واحط كده كويستشن مارك. فور ا فيزبل لايت ويف، لموجة ضوء اوف فريكوينسي 5 ميجا هرتز، يبقى الاف بتاعتي 5 ميجا هرتز، يعني سوري 5 تايمز 10 باور 8 ميجا هرتز. وطبعا الفيلوسيتي بتاعتها كام؟ ال v equal 3 times 10 power 8 meter per second. مستر ما ينفعناش ميجا هرتز دي، اتفقنا لما يكون في اللو ده بالذات اللي هو ال v يا اولاد اللي هو اللو اوف ويف بروباجيشن، v equal f times لامدا، لازم تكون الويف لينث بالمتر والفريكوانسي بالهرتز ودي، وطبعا الفيلوسيتي متر بير سكند. طب هعمل ايه؟ تعالوا الاول نجيب الفريكوانسي بالهرتز. طبعا فريكوانسي ايكوال 5 تايمز 10 باور 8 تايمز. ركز معايا، احنا قلنا من يونت كبيره من ميجا هرتز لهرتز هنضرب، صح؟ افتكروا كده، من يونت كبيره ليونت صغيره بعمل ملتبلاي. طب هو بيحول من ميجا هرتز لمين يا اولاد؟ لهرتز، يبقى عامل تايمز 10 باور ايه؟ باور 6. تمام كده، يلا نرجع لها. يبقى الرقم ده تايمز 10 باور 6 هيطلع فيها 5 تايمز 10 باور 14 هرتز. كده انا جبت الفريكوانسي. تعالوا بقى نجيب الرول بتاعتنا يا مستر. عملنا تريانجل اللي هي ال v equal f times لامدا، هو عايز لامدا اخبيها، يبقى اللامدا equal v over f. ال v بكام؟ 3 تايمز 10 باور 8، وال f 5 تايمز 10 باور 14. الكلام ده بالكالكوليتر يا اولاد هيطلع فيها 0.6 تايمز 10 باور 6. طبعا هحسبها بالكالكوليتر هيطلع فيها الرقم اللي قلت لكم عليه ده 0.6 تايمز 10 باور 6 اليونت بتاعتك متر، وانا كده جبت الويف لينث بالمتر. يا رب يكون فهمناها. شوف اكزامبل تاني. A longitudinal wave is produced by spiral spring. ماشي، في longitudinal wave نشأت عن طريق spring اللي هو عامل كده compression rarefaction compression وهكذا. تمام؟ that the distance between the first and the fourth rarefaction is 18. آه ركز بقى، من ال first rarefaction ودي second ودي compression ودي third ودي compression اللي بعده ودي fourth، من ال first rarefaction لل fourth كل دي ب 18. تمام؟ find the wave velocity، هو عايز ال v. تمام؟ if the frequency of wave 20 هرتز، يعني ال f ب 20 هرتز، ناقص اجيب مين؟ اللامدا. تعالوا نجيب اللامدا الاول. ايه هي اللامدا يا ولاد؟ it is the distance between two successive the centers between two successive compressions or rarefactions. تمام كده. طب هل من الـ من الـ من الـ من الريفاكشن يا ولاد، الريفاكشن نمبر 1 الريفاكشن نمبر 4 هل دول سكسيسيف؟ لا يا مستر، ده من هنا لهنا ادي كده ويف لينث، ومن ال 2 ل 3 ادي كمان ويف لينث، ومن ال 3 لل 4 ادي كمان ويف لينث. دول بكام؟ كام ويف لينث؟ 3 ويف لينث يا مستر. بكام سنتيمتر؟ ب 18. يبقى الويف لينث الواحد يبقى 18 اوفر 3، يبقى الواحد فيهم ب 6 سنتيمتر، يعني ده ب 6 سم 6 6. وانا يهمني اي المسافه بين اي اتنين ورا بعض، يعني يهمني شويه دول او الشويه دول او دول، فهو مديك الثلاثه دول ب 18 سنتيمتر، يبقى الواحد فيهم بكام؟ ب 6. كده خلصت من الويف لينث طلع 6 سنتيمتر.
كده اقدر اجيب مين؟ الفيلوسيتي. الفي ايكوال اف تايمز لامدا. اف بكام؟ 20 هرتز، الراجل قال لي فوق. تايمز لامدا بكام؟ 6 سنتيمتر. بس استنى عندك بقى، ما ينفعش تحط الويف لينث بالسنتيمتر، لازم تحولها لمتر، تعمل ديفايدد 100. عشان احول من سنتيمتر لمتر اعمل ديفايدد 100. تمام كده يا اولاد؟ طبعا الكلام ده بالكالكوليتر تحسبه هيطلع فيها 1.2 متر بير سكند. ادي انا جبت كده الويف فيلوسيتي في 1.2 متر بير سكند. يا رب نكون فهمنا. طبعا في اسئله بقى مهمه، جيف ريزون، يقول لك وي سي لايتنينج بيفور هيرينج ثاندر. ليه بنشوف ضوء الشمس سوري اللايتنينج البرق قبل ما نسمع الثاندر اللي هو الرعد؟ ليه دايما فعلا نشوف الدنيا بتنور الاول بعد كده نسمع صوت الرعد؟ تقول يا مستر بيكوز لايت از ان الكتروماجنتيك ويف. فاكرين الجدول؟ الجدول ده اول الحصه خالص كنا قلنا الالكتروماجنتيك مالها؟ الفيلوسيتي بتاعتها او السبيد بتاعتها ايه؟ جريت يا مستر طبعا، يعني هما الاثنين يحصلوا مع بعض، بس مين السريع؟ الالكتروماجنتيك اللي هو مين؟ اللايت. فاللايت يوصلنا بسرعه يا مستر. مين بقى جاي في السكه براحته على مهله لسه؟ الميكانيكال اللي هو مين؟ الساوند. فالساوند يوصل لنا بعد شويه من البرق. يبقى بيكوز الاجابه بتاعتنا because light is an electromagnetic wave which travels طبعا is greater speed او in greater speed than mechanical wave اللي هو الساوند. السؤال الثاني we can't hear the sound of solar explosions occurring on the sun but we can see the light of it. يعني احنا بنشوف ضوء الشمس، اللايت يجي لنا، اهلا وسهلا، اللايت يوصل، لكن الساوند في انفجارات بتحصل طبعا، بس الساوند ما يعديش. ليه ما بتجيش انت ساوند؟ بيقولك ليه؟ لان الساوند ميكانيكال ويف. ميكانيكال ويف دي من حكمة ربنا يا ولاد، وقال لك ان كل شوية نسمع صوت انفجار في الشمس بقى، لكن عشان حكمة ربنا ان الساوند ميكانيكال ويف نيد ا ميديم تو بروباجيت، محتاجة ميديم so that we can't hear sound of sun while طبعا we see light of sun. ليه؟ لان light electromagnetic wave don't need a medium. اللايت الكتروماجنتيك مش محتاج حاجة تنقله فهي موصل لنا. يبقى الاجابة because sound is mechanical waves which need a medium to travel through while light لكن اللايت electromagnetic wave which can travel through vacuum، يقدر يتنقل في الفراغ. بكده خلصنا الليسون بتاعنا. ناقص اديكم بس اكزامبل مهم جدا عشان ابقى خلصت كده للاخر خالص. لو ممكن يجي لنا الويف دي يا اولاد كده، واديك الديستانس ديت 4 سنتيمتر وشويه دول 3 سنتيمتر، واقول لك هنا ده تايم، واقول لك ده 6 سكند 6 ثواني، واطلب منك يقول لك في الامتحان from the figure من الشكل ده find او from the following wave من الويف اللي قدامك دي هات لنا ايه بقى؟ يلا عد معايا. هات نمبر 1 ويف لينث، ماشي يا مستر. هات نمبر 2 امبليتيود، تمام يا مستر. هات نمبر 3 البريودك تايم، ماشي يا مستر. هات نمبر 4 الفريكوينسي، كل ده. هات كمان نمبر 5 الويف فيلوسيتي. يلا بقى نلم الدرس كامل. نبدا اول حاجه، نجيب اول حاجه يا اولاد الويف لينث. يلا بقى افتكر معايا ايه هو الويف لينث؟ the distance between two successive crests. انا بفكر زيك في الامتحان، بتاعت في الامتحان دلوقتي بتحل السؤال ده، فتقولي مستر قال الويف لينث ايه هو؟ the distance between two successive crests or two successive troughs. اوكي يلا، الكريست دي يا مستر ده مشيلي من الاولى للثالثه، الله يسامحه مشي اهو كل دول. طب من هنا لهنا يا اولاد ده ويف لينث لامدا، ومن السكند للثيرد ويف لينث لامدا كمان، يبقى كام ويف لينث دول في النص؟ اتنين يا مستر، عاملين كام سنتي؟ فور يا مستر، هو قال اهو. يبقى الواحد فيهم بكام؟ يبقى تروح قايل لي في الامتحان 4 ديفايدد الاثنين ويف لينث اللي في النص دول، هيطلع لي فيها 2 سنتيمتر. خلصنا من دي. عايز الامبليتيود، يلا قول الديفينيشن. It is the maximum displacement done by medium particles away from rest position
اكتر حاجه بعدتها عن الريست بوزيشن سواء لفوق او لتحت. طب هي اكتر حاجه دي بكام؟ بص على المسطره دي، بص لي على الرورال دي ولاد بكام؟ 3 سم مستر، واكيد دي هتبقى زيها برده ولاد على فكره، يبقى 3 سم. عايز البريودك تايم. ايه هو البريودك تايم؟ يلا راجع معايا. It is a time تمام taking to make one complete wave، هو الوقت اللي احنا هناخده عشان نخلص ويف كامله. طب يلا معايا بقى، شايفين كده؟ هو من كريست وطراف كده ويف، ومن كريست للطراف الثانيه دي كده ادي كمان ويف، وادي كمان ويف. كم ويف دول يا اولاد؟ 3 يا مستر. خدوا كم تايم؟ خدوا 6 ثواني يا مستر، هو اللي قال 6 سكند صح. وايه هو البريدكت تايم؟ التايم ان سكند اوفر النمبر اوف ويف. راجع الحصه اللي فاتت، راجع الحصه اللي فاتت، البريدكت تايم الرول بتاعتنا التايم ان سكند اوفر النمبر اوف ويفز، نمبر اوف كومبليت ويفز. هما كام التايم ان سكند؟ 6 ثواني يا مستر. وهما كام ويف؟ عديناهم يا مستر اهو، 1 2 خلص كريست وترف 3 يطلع فيها 2 سكند. فعلا بالعقل كده الويف الواحده خدت ثانيتين، ثانيتين ادي 4 ادي 6. طب الفريكوينسي هزعل منك بقى، احنا اتفقنا من المره اللي فاتت لو عندك البريودك تايم، لو عندك البريودك تايم يبقى انت جبت الفريكوينسي، يبقى 1 اوفر بريودك تايم يعني 1 اوفر 2 يعني هاف هرتز، نص هرتز. عايز الويف فيلوسيتي بتاعت النهارده اللي هي اللو اوف ويف بروباجيشن، في ايكوال الفيلوسيتي في ايكوال اف تايمز لامدا. الفريكوينسي جبنا بكام؟ هاف هرتز، واللامدا اطلع فوق خالص اهي الويف لينث 2 بس سنتيمتر ما تنفعناش، هتعملها ديفايدد 100، اوعى تعملها بالسنتيمتر، والله جابها لك بالمتر يبقى كتر خيره، جابها لك بالسنتيمتر اعمل ديفايدد 100 تمام كده يا ولاد. هيطلع فيها طبعا هنا هيطلع فيها 0.01 طبعا اليونت بتاعتي متر بير سكند، دي سرعه الويف. يا رب نكون فاهمين، لو في طبعا حاجه صعبه اكتب لي في الكومنتس بتاعت الفيديو على اليوتيوب والقناه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير الفيديو لزمايلك، نعمل سبسكرايب للقناه مش هواصيكم، وفولو لصفحه مستر ساينس على الفيسبوك او جروب مستر ساينس على الفيسبوك، اعمل سيرش هتلاقيهم على طول ان شاء الله على الفيسبوك. بالتوفيق ليكم ان شاء الله. كده خلصنا يونت 1، ان شاء الله المره الجايه نبدا يونت 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.